بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وطول الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. كنا نبين هناك على القرآن، من نبين الآن على حامل القرآن وهو العالم. القرآن بده شخص بارز، شخصية بارزة تحمله، كما كان صلى الله عليه وسلم يشهد له الحق أن شخصيته أكبر من رسالته، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالإنسان هو بده يدير، تكون شخصيته فزة قوية عظيمة متخلقة متحققة متأهلة حتى لتوضع الأشياء في محلها، لا تخاف لا تجبن ولا تبخل حتى تضع الأشياء في محلها. قال الباب الأول في العلم والتعلم: اعلم أن فضيلة العلم شواهدها من القرآن كثيرة، فمنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. العالم طبعا بده يكون عالم مؤمن، عالم ما مؤمن ما بصير. العالم درجاته أعلى من درجات المؤمن ب700 درجة، ما بين الدرجة والدرجة 500 سنة الدبقة. وهكذا، لأنه لا يليق بالمؤمن أن يكون جاهلا، لأنه الجاهل يصنع بنفسه ما لا يصنع به العدو وبدون شعور منه. لازم يكون على علم في كل قضية اللي بتأتي وبتذهب، كل قضية اللي جاي إليه، حتى الابتلاءات اللي يعرف هذا الابتلاء ما هو مرتبته، يعرف من نفسه هل هو صالح أم غير صالح. فالابتلاء لما يأتي للإنسان له 3 مراتب لا رابعة لها. مرتبة الأولى لما الحق بده يبتلي العبد إذا كانه فاسق فاجر، هذا ابتلاء انتقام. إذا كانه فاسق فاجر هذا ابتلاء انتقام، الحق ينتقم منه. وإذا كانه تائب هذا للتطهير. وإذا كانه لا عالم عامل صالح تقي نقي لرقي الدرجات. وهكذا كل ابتلاء بيجي على الإنسان، كل إنسان لازم يعرفه على بيان. الأول الرجل الفاسق أو الفاسقة إذا جاء ابتلاء هذا يكون انتقام منه. ليش؟ لأنه ما تاب، ما رجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا انتقام. وشيء منه كثير، هذا انتقامات، وحدة بتطلع من وحدة وتداخلات من بعضنا البعض، وأمها الجهل. الثاني لا تاب من ذنوبه، فهذا الابتلاء جاء للتطهير حتى يطهره مما كان عليه، مثل الماء لما بطهر الإنسان من الأوساخ. وإذا كان لا، ما هو من أهل المخالفة، هذا هو الصالح التقي النقي، فهذه الابتلاءات عم تأتي إليه لأن تكون درجاته عالية في الوجود. وهذا هو المعرف، وهذا كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أشدكم بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، الابتلاء بناتي تطهير وتحقيق وتقوية، تقوية وتحقيق بالشيء، يعلم الشيء علما ذوقيا. أما من غير ابتلاء العلم بيروح من هون بيدخل من هون بيطلع من هون، لكن علم التطهير علم الإيش الابتلائي هذا بيعطي قواعد، بيعطي قوة، بيعطي رسوخ، حتى أن يصير هو المرجع.
واما بنعمه ربك فحدث. من دار هو بيحدث ذوقا، علمه الابتلاء قوت علمه وفهمته. يا ذاك العارف هو المرجع في العالم. ليش؟ انه ذاق كل شيء بنفسه، ذاق الصغيره والكبيره، ثم بعد لما يسال يعطي الجواب على حسب السؤال، لا على حسب السائل. لان السؤال كثيرين ناس بيسالونا اسئله هن ما فهمانين السؤال، ما نهضمينه، فكيف بدي يهضموا الجواب؟ هذا ليس بمعقول. فالانسان لما بده يسال بده ينظر اللي بده يجيبه، يعني العالم بده ينظر في حركاته وسكناته، ينظر في عقيدته، ينظر في علمه، ينظر في سيره، ينظر فيه ويزينه حتى يعطيه جواب على حسب السؤال السائل، لا على حسب السؤال. مثل الخياط، خياط لما بيفصل الطقم بيفصل المانطو، بيفصل على حسب، هي طويلة عريضة، هذيك قصيرة رفيعة، لا. وهكذا بده يجيبه على حسب السائل لا على حسب السؤال. وهذا بقع فيه جدل كثير، ما جلست في مجلس إلا وجدت الجدل. واحد بيسأل سؤال بيجيبه بتناطح وبجادوا مع بعضهم، العلة لأنه اللي عم بيعطي الجواب ما عم بيعرف السؤال، ما عم بيعرف السائل. لازم يعرف السائل ويعطي جواب على حسب السائل، بنبصر بنصر ببقى ممنون فهمان. أما إذا أعطينا جواب على حسب السؤال، قد يكون السائل هالسؤال أخذه من كتاب، وهي مصيبة، أو سمعه من لسان واحد شخص، هي مصيبة أعظم. لا، هذا لا يجوز نعطيه جواب على حسب سؤاله، لأنه نفس السؤال يأخذه من الكتاب ما فهمان السؤال. فإذا كان السؤال ما فهمانه كيف بده يفهم الجواب؟ هذا مو معقول أبدا. فالمسؤول بده يعطي الجواب على حسب السائل لا على حسب السؤال. ديروا بالكم، هي وجدناها وكيف بنوصي فيها؟ في السفرة كم واحد انكشر يسألوا يعطي جواب انكشر، قالوا لا مو هيك، اعطوا سكر الباب، لا تحاول تدخل من الباب، سكري. وهي خصوص النسوان، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وعدة بتسأل بتجيب 20 وحدة. ليش؟ انه عقلهم صغير، عقلهم ضعيف، بده ربط، بده قيد. عقله اذا ما تقيد في العلم، العلم الصحيح، مو العلم هذا، علم الصحيح، علم التقوى اللي قال عنه الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا بسأل واحد جيبه الثاني، ولكن ما بيجوز، ما بيجوز تجيبه على حسب سؤاله اذا كان هو سؤاله ما فهمانه. نرجع نحن بنعطيه جواب على حسب السائل، بنبصر بصير ممنون. فاذا كان كذلك بده حكمه هناك في الجواب، من عدل العلم بده حكمه، تفهم السائل اللي سألك وشو مراده. كثير ناس بيسألونا حتى يظهروا نفسهم ان هن بيعرفوا بيسألون، بعضهم ما بيكسر خاطرهم نحن، بنزعجهم بنقول لهم انتوا كذا، لا يعني بنتجاهل تجاهل عام، نتجاهل فيهم، لكن نعطيهم جواب بسؤال اللي سألوه، لكن جواب مرة ثانية ما سألوا السؤال. ضمني هذا هو بفهمه من حاله، من عرفه ضمنا في الجواب سؤالك كان ما هو مظبوط، هو بفهمه من عنده، سؤالك كان ما هو مظبوط، لأنه ما مركوز على الحقيقة، مركوز حتى تصير حالك أنت بتعرف، حتى يظهر لك وجود وكيان. لا، هذا لا يجوز. معناها ان مرة منسامح لك، تاني مرة ما منسامح لك. اذا سألتك سؤال بنعطيك جواب يليق بالسؤال. وهكذا بناتي بدي حكمي. فاذا واحد سأل سؤال، كان مرة بعض الصحابة رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ملابس اهل الجنة، هل تحاك مثل ما بحكم بالماكينات فابريكا الا سمر من سمار؟ ضحك واحد من الصحابة، قال له الرسول: لما تضحك من رجل جاهل يتطلب العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
الثياب هناك تكون ثمار من ثمار الجنة. في الشجر بطلع مثل أكمام إيش التمر، أكمام بطلع. إيش بتريدي أنت؟ بدك اللون الفلاني، بتطالع لك الفول الفلاني. شعر طولة، شعر عرضة، شعر كسمة، وشون كسمة؟ هنيك الكسم كله كويس، كله كامل. ما في هون مثل كسم واحد طلع عليه وبتضحك ضحكة. زماننا كنا رايحين على الحجاز دخلونا على الطور عملوا كراتينة كارانتينا. هذول بدنا يدخلونا على الحمام بدنا يشلحونا كل ثيابنا حتى يعملوها يساووها يبخروها. بقى انا ولد كنت، لكن اطلع كل مين ياخذ ثوب يطلع بيده. واحد يكون طويل يطلع ثوبه قصير، واحد ضعيف يطلع ثوبه عريض، واحد سمين ثوبه رفيع. حقيقة شيء بيضحك. كل واحد شكل كان بقطد الإنسان، كل واحد يأخذ ثوب على حسبه. الطويل يأخذ طويل، والقصير قصير، والعريض عريض، والرفيع رفيع. لا هيك جد. هلا بتذكر صلى 43 سنة هلا الآن بتذكرها هالحالة كيف كانت. وهكذا الإنسان لما بيسأل أسئلة مثل الألبسة تماما، سؤالات بدون فهم. العلم واجب حتى يعرفك كيف تسأل، ويعرفك لمن تسأل، ويعرفك المجيب اللي بده يجيبك بده يعطيك مقدار الحكمة. لا تأخذ وتعطي، لأنه ما بيجي تسأل أين هو من كان. بدك تسأل العالم بالأمور، وإذا سألت العالم وأعطاك الجواب لازم تكتفي وتعنى. لا تشغل عقلياتك الفاسدة وعلومك المعفنة، لا، هذا أعطاك جواب سديد، هذا الجواب هو المراد. فإذا العلم ضروري، جدا ضروري. هو يستنبط، مو يستنبط من الآيات، يستنبط من السائل، يستنبط من السائل الجواب. حتى المسؤول اللي قال عنه الحق وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا يستنبط الأجوبة من السائلين. بيجوا 15 10 20، كل واحد بيسأل السؤال اللي سأله الأول، سؤال واحد، ما بصح يعطيهم جواب واحد. كل واحد جوابه على حسب السائل مو على حسب السؤال. فالسائل لمن ياخذ جوابه على حسبه حسب حقيقته بنبسط بنسر برتاح. والإي والله، مرة كنت ماشي جاي إلى الجامع لهنا، صلى زمان كثير، وقال له واحد شيخ ومعه واحد عمي مقطب وجهه تقطيبات، إجا سألني قال لي شيخي شلون أنا بدي أتوضى؟ قلت له لعل الشيخ عم بجيبك قال لك اغسل الصحيح ومساح عن الجريء. قال إيه؟ قلت له غلطان الشيخ، الشيخ ماشي جنبه بعرفه قال له الشيخ. قلت له لا غلطان الشيخ، قلت له وجهك كله جريح، مساء عليه مسح كافي، لأنه هون في جرح ومقطب، هون صحيح، هون جرح مقطب، هون صحيح، كل وجهك مسكين. فقلنا له بدك تعتبره هذا عضو واحد كله مساء عليه مسحه. ما إذا كان مثل ما عم بقول لك الشيخ مساح الإيش الجريح وغسل الصحيح، بنزل عليه. إذا خسرنا هون صحيح وهون جرح، اذا خسرنا هذا بده يزن عليه، بده يزيد وزن برم. قلت له لا لا يا اخي، وجهك كله عباره عن جريح، مساء عليه مسح، ما بدك تغسل منه. الرجل نظرت الى وجهه كانه كان محكوم بالاعدام وجاء يزيد العفو، او كان في قبر وطلع. وجهه تغير، لونه تغير، انبسط، انسر. قال يا شيخ، قلت له ايه فهمان، مو هيك عم بقول لك شيخ؟ قال لي لا لا تطلع على الشيخ، لا وجهك كله. وهكذا المسؤول قبل كل شيء بده يعرف السائل. هلا في تفسيرات، بيجي واحد بيسال شيخ عن تفسير رؤيه، الشيخ بيعطيه الجواب، هذا غلط. بده يعرف الشيخ السائل منو اللي شاف الرؤيه. قد يكون اثنين، واحد له خير والاخر له شر، بده يزين ويعرف هالرؤية. كان زبيدة، ست زبيدة اللي عملت هذا الماء من بغداد جابته إلى عرفات، بعتت واحد شافت رؤية بعتته
للشيخ اللي يفسر له. اجى على الشيخ، اظن كان ابن سيرين، اجى على الشيخ قال له وين صاحب الرؤية؟ مالك صاحب الرؤية؟ قال له ليش؟ قال له لا 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 لا، انت مالك صاحب الرؤية، ما وجه عليك. دله قال له، قال له ايه وكذا وكذا عندي اذن. وهكذا بده يكون المسؤول عن الرؤية، بده يعرف الرأي حتى يجاوب على حسبه. هذا ركن من اركان ايش؟ الرؤية. المسؤول بده يعرف من الرأي. وثم الرؤية، اكثر الناس بيجيبوا لنا منامات يا نصهم يا ربعهم يا جايب جزء منهم، شلون تدبر؟ ما بتتدبر. بده يجيب المنام كله من اوله لاخره، وش مربوط اوله وش اخره. من سيدنا يوسف عليه السلام راى الرؤيا في اول الصوره، اجى تفسيره كل شيء اللي عمله، حتى سجنه، حتى بالجب، حتى اخته، حتى كله موجود. وهكذا الرأي الرؤيا، إذا ما كان رؤية بتمامة بكمالة ما بصح تفسيرها. قد يكون الكلمة اللي نسيها هي المركوز عليها الأساس، وهي منها بيطلع المدد، وهو بيطلع منه المعرفة والعلم. شرط أساسي أن يكون الرائي الرؤية معروف عند إيش؟ عند المفسر بده يفسر. ثم الرؤية لها ارتباطات كثيرة، مو بس في الرائي، مو بس في المرئي، مو بس في الزمان، مو بس في المكان، إلا كثير ارتباطات الرؤية. وكل واحد بتفسر له على حسبه غير الثاني. قد يكونوا اثنين رأوا رؤية، واحد بالنسبة له خير، واحد بالنسبة له شر. مرة واحد سألني عن رؤية، شيخ في المدينة، كنت نازل في المدينة، قال يا شيخ خايف وعطوه قلبه. قلت له نعم. قال رأيت رؤية؟ قلت له ايش رأيت؟ قال رأيت سنوني كلها واقعة. هذا عنده انه بده يموت وبده كذا، يعني كثير عنده صعبة هي. قلت له ايه كويس يا الرؤية، كويس شلون؟ قلت له بده تجيك رزقة، هو تاجر، شيخ تاجر. قلت له بده تجيك رزقة بدون سبب، بسرعة وفيها ربح. ومشيت انا. هذا ثاني يوم قال يا شيخي اجتني رزقة بمحل. فانا لما شفته خايف اخرجه من هالخوف. عند إذا فسرت كما أردت وإرادتي حكمت عليه، وكما قلنا له. وهكذا المفسر أول كل يكون عنده رحمة، يكون عنده سعة. في ناس بتشاءموا، لا يجوز التشاؤم في الرؤيات البتة. فهذه بترجع للمسؤول، المسؤول ما بتشاءم قط. وهكذا. فإذا نرجع للعلم، نقول العلم هو اللي بيعطي هذا، اما مو العلم الخارجي، علم الداخلي. علم الخارج اللي بنتعلمه وتعلمناه بالدروس وفي الكتب وفي المطالعة والمدارسة ما اعطانا شيء. اعطانا شيء بالنسبة للصعب الظاهر، من صومنا وصلاتنا وحجنا، مو حقيقة صلاتنا، لا صورة صلاتنا، ولا حقيقة صيامنا، لا صورة صيامنا. اعطتنا صورة البيع، صورة الشراء، صورة النكاح، ولكن الحقيقة لا. الا العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا العلم هو الذي يفيد الحقيقة من جوا، بعلمك الصيام، بعلمك حقيقة الصيام، بعلمك الصلاة، بعلمك حقيقة الصلاة. أكثر الناس اللي موجود فيهم الوسواس، مو أكثرهم، قطعا في المية مية ما بصير مع وسواس إلا جاهل في حقيقة الدين. ولو كان عالما، ولو كان عالم وعم بعلم الناس، طالما دخل عليه وسواس فمن هذا جاهل في حقيقة الدين، بل جاهل في حقيقة نفسه، بل جاهل في ربه سبحانه وتعالى. قطعا كان لي شيخ مع وسواس. قلت له يا شيخي كيف الوسواس؟ انتم بتقولوا ذاكرينه في الكتب. الوسواس لا يأتي الا من احد شيئين، إما جهل في الدين أو جهل في العقل، يعني بالبساطة يكون جهل، يا جهل في الدين يا جهل في العقل، يكون عقله ضعيف، ضعف في العقل. وأنت ما أنك جاهل في الدين، أنت علمتنا العلم وعقلك ما شاء الله عليه، عقلك كويس، ما هو عقلك ضعيف. قال لك من إيش؟ قلت له هذا بيجي من جهل في حقيقة الدين. قال صدق. ما بسألني ما صدقت، لأن الحقيقة عم بجيب له. يا جهل في الدين
يا غبن في العقل يعني ضعف في العقل، وانه هو عقله كويس وفي الدين عالم بالدين. قلت له انت جاهل في حقيقة الدين، وهذا عليه اكثر الناس. والوسواس بناتي ما في شيء في الدنيا اصعب منه، ولا في شيء في الدنيا اسهل منه. ما رأيت اسهل منه في الوجود ابدا، مهما كان يكون وسواسه في الوجود. بس يصدق لما بده يسألنا، بده يعمل مثل ما بقول له بتاتا تماما، بس عمل من دقيقته، ما بده ساعة ولا بده دقيقة. بمجرد ما بسمع يا ناني انت بتقعدي وبتنامي ومرضاني وشلون؟ فهمتوا بناتي؟ الوسواس ما في شيء في الوجود أصعب منه، ولا في شيء في الوجود أسهل منه. هكذا رأيته وأنا زقته. أقوله عن زوق، لا أقوله عن قيل وقال. أنا زقت الوسواس، وسواس في كل شيء، ولكن ما طارت معي الحمد لله، بيجي 5-6 شهور. لكن يا لطيف ويا ستار، وسواس ما خلى من الوسواسات اللي اجتمعت فيني. لما أقوم أزل مأزل أوقات أبكي، شو بدي أقوم أصلي الآن؟ أطلع في جسمي وعم أدن، جسمي يضعف يصفر من خوفي. شو بدي أقف؟ شو بدي أكبر تكبير الإحرام؟ شو بدي أقرأ الفاتحة؟ شلون النجاسة؟ شلون الطهارة؟ شلون الوضوء؟ شلون إلى آخره. إلى أن بعد الحق أزال عننا بشيء بسيط ما بالذهن ولا بالبال. عدى معي حديث سين بلال عند الله شين، أوف إيش فيها؟ وقال زال الوسواس بأنواعه. سين بلال عند الله شين. سيدنا بلال كان مؤذن صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، ما يطلعوا الشين، يطلع سين. لكن سين بلال عند الله شين. وانت عم تكلفي نفسك ليش؟ فوق طاقتك. التكلم جاهز فوق الطاقة، هذا اسمه جهل. الدين له مرتبتين، قوي وضعيف، رخص وعزائم. ما بيجوز للضعيف ان ياخذ بالعزائم، بصير معه وسواس. بس كان واحد ضعيف واخذ بالعزائم، قطعا بصير معه وسواس. وابو العزائم ياخذ بالضعف، هذا قطعا مبعود عن الحق سبحانه وتعالى، ليس مراد. اعطاك القوه وما عم يستعملها، اعطاك الليرات وعم بتخبيها، اعطاك العلم عم بتخبيه، اعطاك البصر وعم بتغمض مشان تستعمله، اعطاك العزائم مشان تدرك الاسرار. هذه بدا اهل الخصوص. العزائم لا تكون الا لاهل الخصوص حتى يستعملوها. لا، في ناس بتتبعوا الرخص. ايش في اين مذهب من المذاهب في رخصة بتتبعوها؟ هذا ما هو مراد الحق سبحانه وتعالى، وهذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ومنهم بيستعملوا العزيمة وهن ضعيفين، هذا بصير مع الوسواس. لك يا اخي حملت حالك فوق طاقتك، انت بتحمل 10 كيلوات تمشي فيهم مش قد بتريد، لكن 100 كيلو ما بتقدر. 100 كيلو بترميك تمشي 200 متر 1000 متر بعدها بتقع، ما بتقدر. وهكذا الدين مرتبتين، مرتبة الضعفاء والأقوياء، مرتبة العزائم والرخص. أهل العزائم لا يجوز أن يأخذوا بالرخص، وأهل الرخص لا يجوز أن يأخذوا بالعزائم. وتجي بعض المشايخ يقول لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى عزائمه كما ترخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. لا، هذا غلط. يحب لمين؟ واحد قوي لكن مرض، صار معه مرض، هذا صار ضعيف، ما بقى بيجوز ياخذ بالعزائم. يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، مو 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 يعني مفرده، كل واحد عليه شيء. الضعيف ما بيجوز ياخذ بالعزيمه، والعزائم ما بيجوز ياخذوا بالرخص. وقد يكون الانسان بذاته، هو بذاته اهل العزائم، صار معه مرض، ما بقى يقدر يصلي على الواقف، اجريه ريح او ما شابه ذلك، وقمت يصلي على القاعد. هون الله بحب ان يشوف، وهذه الى سر يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لانه الشخص يا بناتي لما بده يصلي واجريه بتوجعه، هذا عم بتالم بالوقوف، هذا ما عم بحسن، عم بقرا ما عم بتدبر معاني القران، ولا عم بتدبر الشهود بين حضره الرحمن، هذا مشغول في نفسه
في وجعه وفي ألمه مراده تخلص الصورة يرجع. هذا راح منه السر المراد، سر الصلة بين العبد والرب. الصلة المراد الصلاة، مراد منها الصلة ما بين العبد والرب. وهي ايه بد يكون؟ إذا كان عم بتألم، لا، إذا كان عم بتألم مشغول في ألمه. فإذا كان نزل قعد وصار يصلي وهو قاعد لأنه زي ما بقدر يقف، هذا ما بينشغل في ألمه، ما بقى عنده ألم، بينشغل بقى بتدبير الآيات القرآنية وبالوقوف بين إيدين الرب سبحانه وتعالى بالآداب كذلك. هذا راحت منه. اللي بده يعمل يصلي يأتي بالعزائم عليه، هو متعلم دائما يصلي بالعزائم، انه اشركت هذه مع الله، كنت تظن كل القوة لك، القوة له الان سحبها منك تيعرفك الثانية وهي حقيقتك الضعف. هلا الضعف حقيقتنا نحن، الجهل حقيقتنا، الذل حقيقتنا، العجز حقيقتنا، هي حقيقتنا ما حقيقة الحق. فبده يزوقنا التنتين. فالعاقل لما بده يصلي يا من اهل القوة يا من اهل الضعف. كانوا اهل الضعف ما بيصح ياخذ بالعزائم، ما بيجوز. ليش؟ اذا اخذ في العزائم بنشغل في مرضه، في وجعه، في ألمه، بتروح منه فهم الآيات القرآنية، فهم الصلاة، تروح منه الآداب هي كلها. والعكس كذلك لا يجوز. واحد من اهل العزائم استعملها بالرخاص، هذا اذا واطي دمي، نزل ارادوا ان يكون اهل الخصوص، ما اراد نفسه الا يكون من اهل العموم. وهكذا الدين مرتبتين. اياكم كثير ناس بدج ودجل وبخطوا خط بين التنتين ويجيبوا الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، هذا ما هو المحل، هذا غلط غلط غلط. لا غلط ابدا ابدا، الا اذا كان قويا صار ضعيفا، او كان ضعيفا صار قويا، هذا بيصح. اما رجل قوي شو معنى ياتي بالرخاص؟ انا عم السفر يجوز القصر ويجوز الجمع، ايه بيجمعوا لكن بتركوا السنن. ليش خيو؟ جمعنا بين الظهر والعصر، ليش ما عم تاتي بالسنن؟ بين المغرب والعشاء ليش ما تأتي بالسنان؟ قال بجوز الجمع، بجوز الجمع، والسنان الرواتب وينها؟ بياكلها. ليش؟ انه ضعيف ما حاسب نفسه. اللي بيحاسب نفسه الله ما بحاسبه يوم القيامة. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. حاسب نفسه بالصغيرة والكبيرة، حساب العسير مو حساب اليسير بالسامح، لا، هذا الله ما بحاسبه، حاسبه خالص. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسبه خالص. فهذه ضروري تفهموها بناتي هالمرتبتين، العزائم والرخص. كثير ناس ما بفهموها وما بقدروها، كثير كثير ما بفهموها، بل منهم اهل العلم وبجيبوا بيستدلوا بالحديث، ما هو محل الحديث هنا، الاستدلال ما هو هنا بهذا المحل. ان الله يحب ان تؤتى رخصا مثلا كان قويا لكن صار ضعيفا، اجريه ما بقدر يقف، واذا وقف عم بتآلم عم توجعه. الرسول راده يأتي بالرخص حتى ما تفوته الحقيقة. ايش الحقيقة؟ وهي اذا كانوا قاعد بفهم القرآن، بفهم معاني القرآن، بفهم الحضور، بفهم معاني الحضور. اما اذا قام وقف اجريه وكان اجريه بتوجعه، بلتهي في وجع اجريه، بتجي في وجهه، في وجعه. هي فهموها بناتي، بقى بيجيبوا الحديث استدلال في غير محله. لا، طالما انا بقدر وعندي قوة لازم اخذ بالعزائم، لكن لما بيجيني الضعف باخذ بالرخص. ليش؟ حتى ما يفوتني فهم القرآن، ما يفوتني الحضور. فهمتوا بناتي؟ لانه كتير ناس هيك بعملوا، بيساووا مكابرة مع الله. مع الله ما بيجوز عدم المكابرة. انت جاك بتجعوكي، صلي على القائم. ليش بتصلي على القائم؟ لانه بتعرفي اذا صليتي على القائم جاك عم توجعك، عم تلتهي في وجع جريكي، ومرادك تخلص مع الركعة تركعي. لا يا الانسان كان رسول ارحنا يا بلال، اذا كان ارحنا ان اذن حتى نستريح بالصلاة، ندخل بالصلاة على الصلاة،
بيننا وبين الحق سبحانه وتعالى. تبقى المحبة بيننا، تبقى الحضور، نتذكر النعم اللي الله أنعم بها علينا. ويقول أما بنعمة ربك فحدث. رحنا يا بلال، الصلاة راحة، لكن أما بدها تقوم مع إجريها تصلي، وإجريها عم تجف، إجريها مريوحة، إيه مشغولة في وجع إجريها، راح منا فهم القرآن، راح منا الحضور، حضور في الصلاة، هذا كله راح منا. بقى الإنسان بده يوزع الآيات القرآنية والأسماء الإلهية كلها موزعة. الحق سبحانه وتعالى غفور رحيم شديد العقاب، جاب بآن واحد، غفور رحيم شديد العقاب. الفاسقين الفاجرين الأشقياء بريدوا بس يكون غفور رحيم، ما يكون شديد العقاب. قلنا له لك يا عيني شو بتريدوا الله يكون؟ بتقرقاش؟ الله تريدوكم متعرقاش؟ انتو ما بترضاها كثير منيح. طيب انت سرقتي سرقة بتريد الله يغفر لك كثير منيح، واللي سرقتي من واللي سرق منك واللي سرق منك كمان بيكون الله يغفر له. وين صار الامور؟ لما بقى نظام هون ولا بقى. اذا القانون ليش اجا؟ قانون الهي وهو القرآن، بين حرم وحلل، حرم شيء مضر دي ما تقبله انت، ما ترضى حد يسرقك لا تسرق حدا، ما ترضى حد يحكي عليك لا تحكي على حدا، ما ترضى ما ترضى، وهكذا عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به. الاسماء الالهية موزعة في ظالم وفي مظلوم، المظلوم اللي قيتلينه واخدينه ماله وهانوه، الله بأين اسماء بده عامله؟ باسم مين؟ غفور رحيم، بالرحمة، بالمودة، بالقرب. لكن الظالم اللي ظلمه بيد عالمه، بعالمه بشديد العقاب، بالقهار، بالجبار، بالمنتقم. ما أجمل هذا؟ المظلوم ما بصير عامله إلا بالرحمة، والظالم ما بيجي عامله بالرحمة، بعامله بالقوة، بالقهارية والانتقامية، حتى يبقى المجتمع نظيف طاهر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أهل القلوب، يا أهل العقول، يا أهل الفهم، يا أهل اللطف واللطافة. الآن انظروا شلون المجتمع أفسد من هيك بده يكون؟ خليط من ليط، حرام ما في وحلال ما في، وعيب ما في وشيء ما في، ما في لا عيب ولا غير عيب. لا، هذا من نقص العلماء، من نقص أهل العلم. أهل العلم اللي متخلقين بالعلم، متخلقين بصفات العالم العليم العلام، متخلقين بالعلم، هدول لو ما تكلم لسانهم حالهم عم بسري منهم إلى غيرهم، ويستفيدون لمن طلب الاستفادة. أما اللي ما طلب الاستفادة ولو جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستفيد، كعبد الله بن أبي بن سلول كان رئيس منافقين، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه لكن ما استفاد، كان يشوفه رسول ما يشوف رسول الله، يشوفه يتيم أبي طالب ومحمد عبد الله، كنا نشوف العارف شخص عادي يأكل وبشرب. هذا الحق ما أرادهم، لو أرادهم كشفن عن الخصوصية الموجودة فيه اللي هي خصوصية الرسالة، اللي هي خصوصية الربوة. فالأصل وجود قائم كله على الاختصاص، يختص برحمته من يشاء. الاختصاص ما بيمكن نحسن نشوفه نحن بعينينا هذه، إلا يعطينا شيء من الاختصاص حتى نشوف الاختصاصات. ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الصديق سألوا سيدنا علي قال يا أبا بكر كلنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا، قال يا علي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها. قال له صدقت يا بكر، وأنا بشوف هذا ولي وذاك بشوفه ولي والآخر بشوفه ولي، لكن هذا بشوفه ولي عادي، هذا بشوفه ولي عالي عالي، مثل ما كان سيدنا الصديق يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المراد في الوجود، وهو مظهر الوجود، هو خليفة الله في أرضه. كان يعامله على حسب اعتقاده، حسب ما رأى. أما إذا كان اعتقاده بجهة
والمعاملة بجهة، فالعقيدة كذبة ليس بصحيحة. من اللي بيأيد العقيدة؟ المعاملة، حسن المعاملة. فإذا شفت هذا رجل تعي نعي طبعا بدي احترمه، وإذا ما احترمته بكون ما شفته لا تعي ولا نعي، كذب. أقول أنا بعتقد كذب، هذا ليس بصحيح. فهمتوا بناتي؟ الإنسان بده يكون عنده علم، بالعلم يدرك الأمور الخفية على الغير. من جبت العلم بالله بيفرجينا الخصوصيات، مثلا الولي الحق ستره ببشريته، بياكل مثلنا وبيشرب، العارف بياكل مثلنا وبيشرب مثلنا وبيع وبيشتري وزارع وبحكي وقيل، ايه ما لنا شايفين نحن منه غير البشرية. لما الحق بيحبنا بكشف لنا البشرية، فرجينا الخصوصية جواته اللي بها كان أمين الله في أرضه. هناك لما بنشوفه نعتبره نحترمه من عظمه، لا من عظمناه لا من احترمناه، لا لا، إنا دللنا على إنه نحن من أهل الفضل والفضيلة. لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. مين بيقدر الفضل؟ أهل الفضل. مين بيقدر الكرماء؟ أهل الكرم. مين بيقدر الشجعان؟ أهل الشجاعة. أما الواطين شو بعرفهم في الشجاعة؟ يقول لك إيه وأنا بقاتل وأنا بعمل، وقت القتال أعصابه بتهتز، برجب شفناه بعيننا، برجب 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 ما بقى يقدر يقف عجله. أما القوم أعصابه ضعيفة، وين القوم الإيماني قوة الشخصية؟ صير جدع وقت الحرب كأنه ليلة عرسه. مش قد الإنسان بنبسط هيك بقوله أنا ما بعرفه ليلة عرسه، مش قد بنبسط بقوله هكذا بنبسط الشجاع. وقت الخيل نحن بعرف بالخيل، لما نكون راكبين الفرس الجواد العظيم السبوب ونكون عم يتسابقوا الخيل في بعضها، الفرس اللي راكبينه نحن بضرب ايديه في الارض، والجام الحديد بعلكوا علك، عم قول ارسلني انا خلقت هذا. وهيك الشجاع، الشجاع ايمت يبين فضله؟ بين فضله عند القتال. ايمت العالم بظهر فضله؟ عند السؤال والجواب، عند الامتحان يكرم المرء ويهان. فاذا كان ما فهمان الدروس في وقت الدروس هذا موت مخوفه من الامتحان، واذا كان فهمان دروسه وفهمان علمه من اوله الى اخره وجاء الامتحان بزينه، ليش بظهر يسأل الصادقين عن صدقهم؟ دا يظهر حتى الاستاذ بيسأله للتلميذ سؤالات قد تكون ما هو قاريها، لكن بيعرف تلميذه نابغ نبيه فهمان بيعرفه بيجيب، عم بيسأل الأسئلة مشان يفرجيه أمام القاعدين العلماء الموجودين إنه فلان بيعرف كل شيء. وهكذا بناتي يسأل الصادقين عن صدقهم. فالعلم العلم، لكن مو علم الصورة، علم الفيزياء هذه عرضية بتجي، هذا بيجي ثانية، الثاني ما هو الثاني والعرض ما بيجي بالجوهر. جوهر العلم بالشيء، أي العلم في حقيقة الشيء، والعلم بنفسك. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو شهد، ما في إله في الوجود غيره. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملائكة كما شهدوا أن الله، وأهل العلم شهدوا أن الله قائما بالقسط بالعدل. شهدوا الله أول ما شهد لنفسه، بعد أجت الملائكة شهدت له، بعد أجل العلماء بالله شهدوا له. كان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلانا من أصحاب كان لا يترك شاردة ولا واردة في الكر والفر، صار يمدح أمام الرسول لواحد منهم. قال له صلى الله عليه وسلم هيك مثل عم تقول أنا؟ قال له إيه كيف عقله؟ قال له عقله مو كتير، قال له هو في النار. قال اذا والله علي به. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق، ما بخبر الا عن حق بحق، وهذا انا بعيني عم بشوفه. شلون هيك صار يتبعه؟ تم يتبعه بقتاله، ترك كل شغل يتبعه في القتال، حتى يوم من الايام اكل الصواب ما قدر ما صبر، اخذ وقتل حاله، حط الصيد بقلبه وقتل حاله. اجى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اشهد انك رسول الله،
قال له وانا اشهد اني رسول الله. بس انت بدك تشهد لي؟ لا، الانسان بده يؤمن بنفسه قبل كل شيء انه عبد لله سبحانه وتعالى، عارف بربه، عارف بالامور، هو بده يشهد قبل كل شيء، مو الناس لا تشهد له. من برا ما في شهود، الشهود والخير كله في الباطن، باطنه فيه الرحمة وظاهره من خبره العذاب. نحن ما رأينا خير ولا رأينا علم ولا رأينا معرفة ولا رأينا شيء اسمه شيء إلا بالداخل. تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كل العوالم، عالم الكثافة واللطافة، عالم الظلمة والنور، كل موجود في الإنسان، لأن الإنسان خليفة الله في الأرض، جامع الجلال والجمال. مثلا طالما خليفة، إذا أجت الملائكة تسأله عنده النور بيجيبهم من قبل النور، وإذا أجوا الحيوانات يسألوا، الحيوانات عنده شهوة والإنسان عنده شهوة بيجيبهم من شهوته، وإذا أجى حجر ونبات وجماد وجني كلهم بيعتبر بما هو عنده. الإنسان جامع كل شيء من ظلمة ونور ومن كثافة ولطافة ومن بعد وقرب. مثلا البعد والقرب، روحه قريبة مع الله لكن جسمه بعيد، انت مسافة بده يمشي على اقدام حتى يروح. فالإنسان جامع الشيء ضده، مكحضة إلهية جامع الجلال والكمال والجمال، الجلال والجمال. في واحد في السفر من أهل العلم أفدناه فائدة ما كان يعرف الجلال والجمال، قلنا له بشوف بعض ناس عندهم جلال بيدعوا المشيخة بظهروا بالجلال، فالجلال وحده مين قائم به؟ بده يشيقهم به، وهو الكمال بظهر بالجلال لناس وبظهر بالجمال لناس أخر، والممكن الاثنين الكمال قائم بالتنتين، القلوب مملوءة من احترامه وتعظيمه. هذا مو اجا من جلال، الجلال بخوف وحده، لكن بدنا مو يخوف. كان صلى الله عليه وسلم يقول انا اعلمكم بالله واخوفكم منه، فالعلم يعطي المرتبة القوية. ان ربك فعال لما يريد، اذا وقفنا ان ربك فعال بقطع القلب، لكن قول حكيم بحكمة بالغة، نعم نعم اخذناها بكمالها. الحق سبحانه وتعالى عالم عليم علام وقادر ومنتقم وضوء، لكن كله بالحكمة البالغة. فهمتوا بناتي؟ فالمربي من بده يربي قد يطرد المريد، يطرد الطرد، بيجوا الآخرين بيخافوا عليه. لا لا، عقدة معقودة وميتة، هالعقدة ما بتنحل إلا بالطرد. لما بنطرد بتنحل العقدة، ما في في بعد عقد ما بنحلوا، ما بنحلوا بالصوم والصلاة والعبادات والمعاملات، ما بنحلوا بهالشكل. لما بطردوا بنزل، كالصحابة رضي الله عنهم حينما جاءوا لغزوة حنين. غزوة حنين كان الكفار 4000 والمؤمنين 12000، صار عندهم عقدة الصحابة انه نحن اكثر منهم، منا نغلبهم. اعجبتهم الكسرة، لما اعجبتهم كسرتهم انكسروا، وقع في قلبهم الخوف والذل، هربوا، ما بقى مرسول لاشخاص قليلين. قالوا قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم، ساء عليهم وحده. قال انا النبي لا كذب، انا ابن علم الطريق. هدول اللي بنهزموا هالعقدة اللي عجبتهم الكسرة، اعجاب الكسرة انحلت لانه انزلوا كثيرين وانهزموا. هي ازلوا ازل في بدر، لقد نصركم الله ببدر وانتم ادلة، اصلا ذليلين قليلين، لكن هون كثيرين وعجبتهم كسرتهم، قطعا بنغلبهم، لانه لما كنا في بدر كنا قليلين غلبناهم. كانوا 313 شخص والكفار 1000، الكفار كلهم مدججين بالسلاح، ودول له سيف ما له قريب، ما في شيء. غلبوهم لما اجوا على غزوة حنين، قالوا بدنا نغلبهم لانه نحن عجبتهم كسرتهم، ما عجبهم ربهم. اي تعريف، وتعريف انها
تعريف وتعريف لهم، لانه القران بده ينزل، المعلم بده ينزل على الصحابه، بده منه الاشياء واشياء تنزل عليهم. لما عجبتهم الكسره انكسر وقع في قلبهم الرعب وانهزموا، حتى يقال في ناس وسط مكه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا قتلنا محمدا سار عليهم وحده، قال للنبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، نادي يا عمي عباس يا خير الله ارجعي. الرسول علم انه هدول الدواء الداء اللي نزل فيهم هو اعجاب الكسره. لما انهزموا انكسروا وانزلوا عرف العقد مفكر، نادى يا خير الله ارجعي، رجعوا زليلين، اين زليلين؟ اجوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكان النصر. النصر وما النصر الا عند الله. اصحوا من العلم، من الكسره، من القوه، من السلاح، ديروا بالكم. وما النصر الا من عند الله. لولا هذه غزوه حنين منين بدنا نعرف؟ بس كنا ما نعرف. لكن الرسل بينوا لنا ونزل القران عليهم قضيه حنين. لما عجبتهم كسرتهم انكسروا وانزلوا، لما انزلوا رجعوا انتصروا. فكل انسان اذا اجت قضيه معه معقوده ما انفكت ينكسر وينزل. الذل الحقيقي الى الله مش الا انحلت العقده. فهمتوا بناتي؟ فالغزوات كلها وزيت كلها في القران تعليل وتعريف للانسان وكيف يعيش الانسان. فنحن لا ننتصر الا بالله. كذلك نحن بدنا ايمان، وكان حقا علينا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هات ايمان وخذي نصر. ما في ايمان ما في نصر. الان هدول ترك الايمان، هالجماعات اللي عمال بيصافحوا الرجال وبقعدوا مع الرجال وبروحوا على القهاوي وعلى النوادي، سيدي من اللي انت، وسافرات وفاجرات وما شابه ذلك. هدول مكسر اضلاعكم. انا مرضان وجاي عم بقرا درس. لكن وين؟ هون بيبين المهتم بنفسه منو مهتم بنفسه. المهتم بنفسه ما بيهمه شيء. والما مهتم بنفسه بقعد ومكيف عم بتفرج على الناس وعلى العباد. هذا هو يعرف نفسه. والله كل انسان يعرف نفسه. البعيد يعرف نفسه بعيد من بعده. ولا عنده هذيك الوجهه للقرب ولا للحضور. ولكن ذاك الحضور دائما بالذل والانكسار، دائما بالبكاء الى الله سبحانه وتعالى. وين اللي جاي من بيته لهون؟ شو بتقدر تروح لحظه من لحظاته؟ اما تنعس او تلتفت على الهوايات او تلتفت على الناس او تلتفت. دول كذابات ما عندهم صدق البتة. لو كان صادق الحق لاعطاها. في ناس بيسالونا طلبنا من الله ما اعطينا، ما اعطانا. قال لي واحد من مده جديده، قال لي عم بطلب ما عم بعطي، ما عم بيعطيني. قلت له انت احسن منه بكثير، جاب للجاب. انت بصير اله وحطه سياسه يا عبد. انت عم بترين وهنا هو ما عم بريد، فاصبحت انت احسن منه بكثير، ما في نسبه هون بينك وبينه. ما في دماغ، ما في نور، ما في عقل، ما في تمييز. قال هو عم بطلب هو احسن من الله. والحق امرنا انا ونهانا انا. أمرنا بالخير ونهانا عن الشر. أمرنا بكل شيء بزينا ونهانا عن كل شيء بشيلنا. كل شيء بنقصنا نهانا عنه. لما لم نعمل؟ نهانا عن الغيبة، عن النميمة. هذه شأن البطانين. مين بيغتاب بلم؟ البطال المادي البنور. البنور بالحضور مع الحضرة الإلهية، يأخذ على الدوام من الحضرة الإلهية، من العلوم والمعارف والأسرار الى اخره. والمو حاضر؟ لا، حاضر الدقن ولكن غايب العقل. هذا ما منه فائده. نعرف الصحابه، ثم بعد الصحابه رضي الله عنهم اذا سمعوا في حديث قبل ما تدون الكتب، كان الحديث ما هو مدون. يسمع فلان انه في حديث في بغداد مسافه شهر او شهرين يركب الجمل تيروتا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو يسمع الحديث الان وينام او ما اعرف،
هذا ليس بإنسان، هذا ليس مراد الرحمن جل جلاله. لا بناتي بدكم يقولوا حق، الحق يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل شهود، كل سمع، كله. وهذه دليل على سعادته، على أنه مراد الحق، مراد القرب للحضرة الإلهية. هذا القريب السعيد، سعيد بنفسه ومسعد لغيره، مقرب لغيره، وهكذا. فإذا أنفاسه إلى قيمة، أنفاسه إلى قيمة، عنده عم بيعطي كل نفس حقه، كل نفس من أنفاسه إله قيمته، إله حقه، لا تقدر، لا يعرفوه، لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. اللي بده يجي على الدرس من مكان من محله ما بده يشوف هوايات ولا بده يشوف مين قاعد جنبه. هكذا كنا مشينا نحن، لقينا بالسير ما نعرف جنبنا والفوقنا والتحتنا، نعرف حالنا. بدنا ناخذ الكلام اللي هو جاء إلنا، وكل فرد من افراد وجود بده يعتقد هالكلام إله ما ولا غيره، كله جاء إله. يا نايمين اقعدوا، ونايمين لك الدليل ما بعرف شو نسميهم، انه مسموا نفسه. وهكذا فالانسان بده يعطي الشيء حقه. قال على العلم هنا، قال الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. العالم درجته فوق المؤمن 700 درجة، وما بين الدرجة والدرجة 500 عام. هذا كله تقريبي، وأن الأمر أعلى وأعلى وأدق وأكمل وألطف بكثير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون يقدرون ويميزون ويتهيئون ويعرفون ويجدون، لكن الذين يعلمون كلمة دخلت منهم طلعت منهم والله كلمة كويسة وأكثر من هيك. وهالمواطن ما بين دخلت وطلعت فيه 40 موطن، كل موطن فيه وقوف القدر. هذا خبر ما في، لأنه علم تحقيقي ما في. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انكشي انكشي براسك، خليها تنكشك احسن. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. من اهل الخشيه هم العلماء بالله، الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله واخوفكم منه. لما بعلم المعرفة الحقيقية والعلم الحقيقي بخاف خوف الحقيقي، لكن مو خوف خوف القتل وخوف الضرب، لأنه ما بعمل مخالفة تعمل خوف الضرب، خوف إجلال واحترام وتعظيم. لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. بنات الإنسان لما بيجلس بين إيدين أهل الله بيعد حاله هو السعيد، والسعيد الحقيقي. فإن أمكنه ما يروح نفس من أنفاسه لا بالروح ولا إلا بالأدب، لأنه الإنسان يأخذ العلوم بمقدار أدبه لا بمقدار علمه ولا بمقدار عمله. الأدب دل إنه هذا نتيجة، عرف الأمر على ما هو عليه حتى تأدب التأدب الحقيقي. وهي هيك أنتم عرفوا بين إيدين مين؟ بين إيدين الله الحق سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو اللي خلقكم من العدم إلى الوجود، وهو الذي يرزقكم ويعطيكم، وأعطاكم السمع وأعطاكم البصر وأعطاكم العقل والوهمة والبخيلة والحافظة والإيدين والإجرين والبطن والفرج، كله عشان تستعملوه بمحله بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، مو نستعمله على حسب فكرنا وحسب جهلنا وحسب شهوتنا. أول ما بوجب علينا أن نطهر نفسنا ونزكيها ونهذبها ونأدبها، لأن هي اللي بتدرك، هي بتدرك الأمور، هي بتدرك، هي
المكلفة من الحظ الإلهية. فإذا الإنسان إذا كان نفسه ما يمزكاية ما يمطهرة بحكيش من جباله، بيشتهي شهوات ضده، بيشتهي الكذب، الخيانة، الغش وما شابه ذلك. أما اللي نفسه طاهرة ونفسه مزكاية ما عنده استعداد يعمل مخالفة. أول ما بالضبط لمن عم بيخالف؟ عم بخالف في خالقه. كيف الإنسان بيخالف خالقه؟ وخالقنا جل جلاله ما أمرنا بشيء إلا ينفعنا، وما نال شيء إلا أن يضرنا. هل أمركم بشيء يضركم؟ لا والله. هل نهاكم عن شيء ينفعكم؟ لا والله. ما أمرنا إلا بشيء ينفعنا، وما نهانا إلا عن شيء. نهانا عن الكذب، نهانا عن الخيانة، نهانا عن الغيبة، نهانا عن النميمة، نهانا عن الفساد، نهانا عن الخيل والقال والعلاقة اللسان. ليش؟ حتى نكون أتقياء، أبرياء، عالمين، عارفين بالأمور والحقائق، ونعطي كل شيء حقه.